حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من القدس العربية. العراق، إسماعيل قآني يحث على احترام النتائج النهائية للانتخابات. في الجزيرة نت، العراق تحالف الفتح يلوح بمقاطعة العملية السياسية بالكامل. في المدى نقرأ، سابقون توجه هو توجه لتشكيل حكومة لافية مع معارضة تضم نحو 90 نائبا. وفي الشرق الأوسط، انتقادات واسعة لعادل عبد المهدي بعد إدانته قمع المحتجين على نتائج الانتخابات. في العربي الجديد، لبنان، عون وميقاتي يقيمان التطورات ومخاوف من سلسلة إجراءات خليجية. نقرأ في البيان الإماراتي، أزمة النازحين في مأرب تتفاقم ومنظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر. وفي الخليج الإماراتي، أجواء حرب بين بولندا وبيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين. نبدأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وما ذكرته بأن الحديث اشتد في الأروقة السياسية داخل العراق بشأن كيفية احتواء الميليشيات الموالية لإيران بعد هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأضافت الصحيفة أن الهجوم سلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله هذه الميليشيات. الصحيفة تنقل عن مراقبين قولهم إن الهجوم على مقر الكاظمي يعكس التهديد الذي تشكله الميليشيات للمؤسسات العراقية ويؤكد مدى صعوبة سيطرة الرعاة الإيرانيين عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الميليشيات وهي جزء من الحشد الشعبي تمارس نفوذا هائلا على الأمن ومؤسسات الدولة منذ أن ساعدت في هزيمة تنظيم داعش، وهي تتباغى أيضا بأدرعها المسلحة، لكن أحزابها السياسية تعرضت لهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، مما ألقى بظلال من الغموض على دورها المستمر في البلاد. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إقليميين إن طهران كان لديها معرفة بالهجوم قبل وقوعه، لكن السلطات الإيرانية لم تأمر بشنه، غير أن إيران تنصلت من الهجوم وأرسلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قآني إلى بغداد للاجتماع مع زعماء الميليشيات المسلحة وحثهم على تجنب أي تصعيد آخر للعنف. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن البعض في طهران يخشون الآن من أن يقوض سلوك الجماعات المسلحة المفاوضات المزمعة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين سارعوا إلى تفادي اللوم. وتنقل الصحيفة عن حمدي مالك المتخصص في شؤون الميليشيات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله إن الميليشيات الموالية لإيران بعثت برسالة واضحة للغاية، مفادها أنها مستعدة لإحداث الفوضى إذا لم يسمح لها بالمشاركة في تشكيل الحكومة. جاء إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد ليسأل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هل فهم جيدا الرسالة التي تضمنتها محاولة اغتياله أم لا. هكذا ذكر خير الله في موقع ميدليست أونلاين. أضاف أن على الكاظمي استيعاب أن إيران في حاجة إلى الورقة العراقية أكثر من أي وقت، وذلك قبل أيام من العودة إلى التفاوض في فيينا بشأن ملفها النووي. يفترض في الكاظمي استيعاب أن ليس مسموحاً أن تغير الانتخابات شيئاً في العراق، وأن قدر هذا البلد منذ عام 2003 أن يكون جرماً يدور في الفلك الإيراني ليس إلا، من غير الطبيعي السماح للعراق بالإفلات. جاء قآني لتذكير كل من يعنيه الأمر أن لدى طهران ذراعها الطويلة وأنها مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة لتأكيد أن ليس مسموحاً أن يكون العراق هو العراق وأن تكون إيران مجرد دولة جارة على علاقة جيدة معه، ولكن ضمن حدود احترام السيادة، وأن في الحدود الدنيا فشلت محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي
عن طريق طائرات مسيرة انطلقت من مكان بات معروفا لا يبعد أكثر من 12 كيلومترا عن منزله. لكن لافتا تأكيد رئيس الوزراء العراقي أنه يعرف من وراء محاولة اغتياله. جاءت محاولة الاغتيال تتويجا لتصعيد مستمر لجأت إليه أحزاب إيران وميليشيات الحشد الشعبي منذ إعلان نتائج الانتخابات. كل ما في الأمر أن الديمقراطية العراقية تعجب إيران عندما تسيطر أحزابها على مجلس النواب. تصبح هذه الديمقراطية رجسا من الشيطان عندما تتشكل كتلة كبيرة تبحث وإن على طريقتها على مصلحة العراق. وأضاف الكاتب أنه عاجلا أم آجلا سيجد العراق نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، خيار إعادة بناء المؤسسات، مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش، وخيار أن يكون تحت سيطرة ميليشيات الحشد التابعة لإيران. في صحيفة اندبندنت عربية يرى رفيق خوري أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطيرة جدا ولو فشلت، فهي خطيرة في الشكل عبر توجيه 3 طائرات مسيرة، وخطيرة في التجرؤ على ارتكاب جريمة سياسية كبيرة حاملة توقيع المرسل فيما يشبه قصة موت معلن، وخطيرة أيضا في التوقيت بعد الانتخابات النيابية التي خسر فيها وكلاء إيران، خطيرة كذلك في الأهداف والدلالات لجهات المرحلة التي وصل إليها الصراع على العراق. هي أكثر من عملية إرهابية من النوع الذي يراد منه إحداث ضجة كبيرة على المسرح، وهي تتجاوز تنفيذ تهديدات بالاقتصاص من الكاظمي أطلقها قادة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله من الحشد الشعبي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وجرى تنفيذها فعلا. ومن الصعب اعتبارها مجرد ضغوط وجمع أوراق ولعب أوراق كما هي العادة عشية ذهاب طهران إلى مفاوضات نووية وغير نووية مع واشنطن في فيينا. والأصعب هو تجاهل ما فعله وكلاء إيران بشباب ثورة تشرين في كربلاء والنجف والنصرية وبغداد من قتل مخطف وقمع جراء الخوف من الوطنية العراقية. ذلك أن من وزع الصواريخ والمسيرات على وكلائه معروف، ومن يملكها واستخدمها مرارا داخل بلاد الرافدين معروف. فصائل الحشد الشعبي التي احتجت على نتائج الانتخابات واتهمت الكاظمي بتزويرها فشلت في إثبات أي تزوير، فلجأت إلى الشارع والعنف لتطلب عمليا من دون اعتراف تزوير النتائج لمصلحتها. والساعة دقت للخيار في العراق مهما يكن صعبا، فلا مستقبل لدولة وطنية مع بقاء السلاح في أيدي الميليشيات التابعة للحرس الثوري وقرارها خارج الدولة الشرعية. إذن بحسب الكاتب فإن المأزق عميق بالفعل، فالصدام مع ميليشيات الحشد يقود إلى حرب أهلية مدمرة، والتسليم ببقاء الميليشيات يعني التعايش مع خطر دائم في عراق فقير لا هيبة للسلطة فيه على الطريق إلى مشروع الولاية. ولكن محاولة الاغتيال هذه دقت كل أجرس الخطر وأشعلت كل الأضواء الحم، فالتأخير في الخيار يزيد من صعوبته، والتردد في مواجهة التحديات يجعلها أخطر. عندما يبارك الإيرانيون الانتخابات البرلمانية العراقية ويعدونها استمرارا للمسيرة الديمقراطية في العراق، ويصفون ما أثير بعدها من جدل ومماحكات بين الكتل والأحزاب المشاركة فيها بأنه شأن داخلي يخص شعب هذا البلد وأحزابه، فهذا يعني أن العراقيين سيواجهون عواصف سياسية هوجاء قد لا ينجو من مقادرها أحد. وهذا ما ذكره عبد اللطيف السعدون في مقاله بصحيفة العربي الجديد. الإيرانيون لا يريدون أن يكونوا في الواجهة ما دامت عقدة الملف النووي لم تحسم بعد، ولذلك تراهم يمارسون في طرح مواقفهم مما يجري لعبة التقية، تاركين لوكلائهم المحليين فعل المقتضى. وقد رأينا مقدمات تلك العواصف في تظاهرات الفرصة الأخيرة التي طوقت المنطقة الخضراء والتي نظمتها الميليشيات الولائية، وأرادت منها إشعال النار في نتائج الانتخابات وإسقاط حكومة الكاظمي التي اتهمتها بتزوير نتائج الانتخابات،
وسرقة أصوات الآلاف من الناخبين لصالح خصومها، وصولاً إلى محاولة اغتيال الكاظمي بعد ساعات من تهديد زعماء الميليشيات علناً بتصفيته، ما يؤكد النية السوداء لإدامة حالة عدم الاستقرار في العراق، بما يخدم توجهات إيران في الإقليم ويضمن لها بقائها قوة مهيمنة على العراق وسعية إلى توسيع هذه الهيمنة كي تشمل دولاً أخرى في محيطه. وفي التداعيات أيضاً محاولة بعض قيادات الجماعة السياسية الحاكمة النأي بأنفسهم عن محاولة الاغتيال، وقد كانوا إلى حد آخر ساعة يهددون بتصفية الكاظمي واثنين من مساعديه، لكنهم ما لبثوا أن استداروا 180 درجة بعد فشل المحاولة، داعين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة. وأضاف الكاتب أنه يبقى السؤال الذي ننتظر إجابة العملية عنه، كيف سيتصرف الكاظمي تجاه الميليشيات هذه المرة؟ هل سيكون حازما في اتخاذ ما ينبغي بعد أن وضح دور الشرير الذي لعبته في محاولتها إغراق العراق بالدم، بعد أن حصل على هذا الدعم الدولي الواسع والذي لم يسبق لحكومة سابقة عليه أن تنالها؟ في خطابات نصر الله في الأشهر الماضية أعلن مراراً أن حزبه سيجلب البنزين وزيت الوقود إلى لبنان لتوزيعه على جميع الناس من دون تمييز، بعضها بالمجان وبعضها الآخر بأسعار زهيدة لخفض سعر سوق الوقود في الدولة. لكن هذه الوعود لم يتوفى أو لم يتم الوفاء بها. هدى الحسين هنا ذكرت في صحيفة الشرق الأوسط أن حزب الله ينتظر الاتفاق الأمريكي الإيراني للخروج من مأزقه. منذ بداية أزمة النفط في لبنان، ونصر الله يردد في عدد من خطاباته أن إيران ستزود البلاد بالنفط الإيراني، مرددا أن لبنان سيدفع ثمنه بالليرة اللبنانية، وكأنه يوحي إلى عامة الشعب أن في ذلك ما يوفر على لبنان الدفع بالعملة الصعبة التي كثر الكلام عن انخفاض كبير بأرصدتها لدى البنك المركزي. الأكيد أن نصر الله يعرف أن ما يقوله هو مجرد هراء، فالدفع بالعملة المحلية بالنتيجة هو مثل الدفع بالعملة الصعبة، حيث أن طبع الليرة يحتاج إلى مؤونة بالعملة الصعبة وإلا تفقد قيمتها كما حدث في بلدان عدة آخرها فنزويلا. فلماذا يقوم نصر الله بخداع اللبنانيين بهذه الألاعيب والأوهام؟ حزب الله وأحزاب الممانعة في أزمة كبرى منذ أن ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي، مما أعاد حظر التعامل مع إيران، بما في ذلك تصدير النفط واستيراد المواد الأولية والمعدات وقطع الغيار، وكذلك أعيد تجميد أرصدة كبيرة في البنوك الخارجية. إذن الحزب كما باقي أذرع إيران هم في أزمة حقيقية من دون مال، وجل ما يطمحون إليه الآن هو اتفاق إيراني أمريكي يؤدي إلى رفع الحظر عن إيران ويوفر لهم بالتالي المال اللازم للبقاء. أضافت الكاتبة أن الولايات المتحدة تدرك تماما حجم المازق الإيراني، وهي لن ترفع العقوبات والحظر كما حصل مع اتفاق أوباما، وبات معروفا أن واشنطن لديها شرطان أساسان: وقف التخصيب وتدمير ما يسمى الصواريخ الدقيقة. فالترياق الآتي من الاتفاق ليس قريباً، وتبقى أذرع إيران ومنها حزب الله طبعاً في وضع صعب لن يكون بالإمكان سوى إظهار وهم القوة. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالاً للكاتب سايمون كوردال تناول فيه الاحتجاجات الشعبية التي تتكرر في تونس بسبب وحشية الشرطة التي أصبحت الآن على رأس قائمة المظالم. وتطرق الكاتب إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في أواخر شهر تموز الماضي التي أقال بموجبها رئيس الحكومة وعلق البرلمان، وأضاف أن الرئيس يجد نفسه مع ذلك مرتبطا بزواج مصلحة غير شرعي ومشكوك فيه مع الأجهزة الأمنية على وفق تعبيره. الكاتب أشار إلى ما قاله إريك جولدستاين القائم بأعمال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الحقوقية Human Rights Watch، إن إفلات الشرطة من العقاب في تونس هو مصدر قلق حقيقي، وأضاف: نحن على علم بالاتهامات التي لا تعد ولا تحصى ضد ضباط الشرطة، ولكن لا يبدو أن شيئا قد حدث،
وهناك حديث عن فتح التحقيقات، ولكن لا يبدو أن هناك أي متابعة، وعلى حد علمنا لا توجد مساءلة. وأفاد الكاتب في ذكر المواقف التي هاجمت فيها الأجهزة الأمنية الأفراد بوحشية، مشيرا إلى أنه في ظل إفلات الشرطة من العقاب دون رادع ومع بداية شتاء قاس على الأبواب، تزداد فرص المواجهة بين الشرطة وأولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة في تونس، والذين صنع سعيد قضيته من قضيتهم مع كل إشارة إلى المستقبل الاقتصادي الكئيب للبلاد. وأشار الكاتب إلى ما قاله لمين بنغازي من منظمة محامون بلا حدود بالنسبة للكثيرين الذين يعيشون على الهامش: الدولة هي العدو، وينظر إليهم على أنهم قتلة، وهؤلاء الناس هم الذين سيكونون ضحايا مبدأ التقشف، هم دائما كذلك. وأضاف الكاتب أنه مع تحذير البنك المركزي من تدابير التقشف الاقتصادية الوشيكة، فإن أمل تونس في مستقبل جديد يتلاشى مع احتمال أن تكون النتيجة متفجرة. ومن أخبارنا المنوعة، في صدى الأقلام طرح للبيع في مزاد بجنوب كاليفورنيا جهاز حاسوب كمبيوتر خشبي من نوع أبل ون، وهو أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا في الأسواق عام 76 و900 ألف، يمكن أن يصل سعره إلى أكثر من مليون دولار. لم تنتج الشركة سوى 200 من جهازين أبل ون، جمعت كلها يدويا في مراب أسرة جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666 دولارا و 666 دولارا. قدرت قيمة النسخة المعروضة طبعا في المزاد العلني في دار جون موران للمزاد بين 400 ألف و 600 ألف دولار، لكن قد تباع بأكثر من ذلك وعلى ما يتوقعه المتخصصون. إذن بيع جهاز أبل ون الذي لا يزال صالح للعمل بأكثر من 900 ألف دولار في عام 2014 في مزاد أقامته دار أونهامز، وما يزيد من فرادة أو ميزة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب فريد من نوعه من جزر هاواي، وهي هذا النوع واحد من 6 أجهزة فحسب مزودة بخشب من هذا النوع. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلتقيكم السبت المقبل بإذن الله تعالى في صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.